في أعمال اللي بيظلمها هو ارتفاع سقف التوقعات، سواء بسبب تكاليفها الكبيرة أو بسبب وجود نجم شباك فيها. بحس إن هم بيمثلوا من غير إحساس، مش مصدقاهم. هي طالعة حاسة بنجاح مش موجود. المشكلة إن البطلة اللي معمول لها العمل هي نفسها بقت مشكلة على العمل. مشكلتي إنه إحنا نركز على الطاقم أكتر ما نركز على التمثيل، فدي أزمة كبيرة قوي بالنسبة لي. المشوار ده أنا أعتبره سقطة لمحمد رمضان. هو محمد رمضان هتلاقيه متضايق، مش عشان المسلسل حلو أو وحش، عشان محدش بيتكلم عن المسلسل. مش شايفاها أفضل وجه جديد السنة دي؟ لا، هو وصل لمرحلة التقمص والتجسيد ما وصلهاش حد قبل كده غير أحمد زكي. في مجهود عظيم قام بيه الممثل دوت علشان يتقن دور مش سهل إطلاقا، من أفضل أعمال السنة دي. انتظرونا في حلقات خاصة من المواجهة مع النفس ومسلسلات رمضان مع الإعلامي أحمد سالم على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.